انا كنوب كنهضر نيابه على العمال ديال شركه ليكس ترونسبور اللي فقدت الشغل ديالها في الظروف ديال كورونا، وحنا جينا الان كنطالبوا السيد العامل باش يدمجنا في المجال العمل، سواء كان في مع الزا اللي هو المجال اللي كنخدموا فيه او لاي مجال اخر. المهم حنا دابا راه من الظروف ديال كورونا، يعني ابتداء من شهر 3 وحنا جالسين الى يومنا هذا مازال ما لقيناش الشغل، ما تعوضناش في لاسينيسيس، يعني حنا متضررين بزاف. هاد العمال ديال ليكس ترونسبور مضطرين، وكنتسناو يعني انتظروا مادام ان جلاله الملك كيقول بان الناس اللي فقدت الشغل ديالها في الظرفيه ديال كورونا يعني خاصهم يندمجوا في المجال ديال الشغل، فهذا هو المطلب ديالنا الوحيد، حنا حتى هو اللي كنطالبوا فيه. حنا الناس ديال النقل الممتاز توقفنا بسبب هاد الجائحه ديال كورونا شهر 3 و4 و5 و6، ملي عيطوا لنا الشركه تفاجئنا باش عيطوا لنا باش ناخذوا الحساب ديالنا، يعني ضغوطات جات دخلت الشركه، يعني الشركه ما بغاتش ندير منها حتى شي واحد. دابا حنا كنطالبوا، دابا بغينا حنا يعطونا باش نخدموا ولا شي حاجه. حنا دابا جالسين، دابا حنا من شهر 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، حنا دابا 8 شهور وحنا جالسين. دابا حنا باغيين هاد الناس يندمجونا معاهم في خدمه. حنا دابا كاين اللي مسكين عنده كرا، كاين اللي عنده طريطه، كاين اللي عنده عائله، كل الله يحسن العوان ديالو. حنا باغيين هاد الناس يندمجونا معاهم ويخدمونا معاهم في اقرب وقت، حتى حنا راه ربي اللي يعان بينا. الشركه ديال لوكس بانهم داروا معاه موعود باش يعطوهم شي بركه، والناس ما خدامينش من شهر واحد تقريبا جوج ثلاثه جلسوا الناس داروا معاهم واحد شي بركه ديال 2000 درهم ما كملوش لهم خلاصهم وكل شيء، والناس دابا هما جالسين. دابا 10 شهور دابا مشاو هنا عند سبيكتور طرافاي، مشاو هنايا، جاو لهنايا عند العماله، العماله هما كاتبين هنا تقرير كيقول لهم سيروا تعيط عليكم سعاده الوالي، سعاده الوالي هنايا دابا من شهر 3 23 شهر 4 جاوا لكيس ما مخلصنهمش، الناس جالسين، الناس ما خدامين ما ردامين. سبيكتور ديال الترافاي لانه كلهم الناس جالسين ما عندهم حتى شي حاجه، لا مال لا ضو، فقدان الشغل، الناس الحكومه اللي كتوقف عليهم كياديو لكيس ما مخلصنهمش، خدامه ما واقفين، العماله هما ملي كيجيو كيجيو البوليس كيقول لك ديروا التباعد يجريو عليهم، الناس ما جالسين. الله يحسن العون، فين غنمشيو هاد الناس؟ هذا راه حشومه، هذا راه خص الانسان يتدخل عاجلا لانه ما يعطيهم بعد الناس ياكلوا، راه مخلين الامراض معدم الناس، كاين اللي جاي من مدينه اخرى، كاين اللي ما ساكنش هنا، كاين اللي راه خارج من مدينه، خارج مديونه، خارج سبطيط من الليل، خارج جمعه فضالات، خارج المحمديه، خارج حد السوالم، الناس راه جالسين، خاص الناس يديروا معاهم حل، وهاد المسؤولين راه خاصهم يتدخلوا، خاصهم يندمجوا، ملي كيجيو كيعطيو موعود، جاو ديك المره عطونا وعود، قال لك كتبوا مقال، كتبوا مقال هنا لسعاده العامل، ما جاوبهم حتى شي واحد، عاود جاو ثاني، كتبوا مقال، دابا سيروا، ها هما الناس هنايا كتشوف كيف كتشوف بعينيك، الله يحسن العون، راه هاد الشيء راه بزاف، فهمتي؟ لان ما طالبين حتى شي حاجه، طالبين غير يخدموا، صافي، ما طالبين حتى شي حاجه، طالبين غير يديروا معاهم شي حل، ولا غير شي واحد يستقبلهم ويقول لهم السلام عليكم، اجي سيروا زيدوا 10 شهور اخرى، يمشيو جلسوا، سيروا تيفوت راس العام، مرحبا، تباعد هذا كتشوف فيه الناس هما جالسين، وهذا الشيء راه الناس هما كلهم كويمهم كل شيء، الله يجازيكم بخير وعاش سيدنا.